أنا أعتقد مشاركتي كرئيس لمجلس الأمة في تأبين مثل هذه القامة الكبيرة والعظيمة متمثلة في المرحوم الدكتور أحمد الخطيب هو واجب. هو من الآباء المؤسسين، عضو في المجلس التأسيسي، عضو في عدة فصول تشريعية في مجالس الأمة، ولا يقتصر وجوده كعضو فقط، بل كان مثالا يقتدى به، مثالا في الاتفاق ومثالا في الخلاف، مثالا في كيفية احترام وتطبيق الدستور بشكله الصحيح. واعتقد نحن في وقت في أمس الحاجة للالتفات قليلا إلى هؤلاء القدوات والاستفادة من تجاربهم البرلمانية. لذلك أنا أعتقد أن يعني واجب علي، أو أقل شيء أسوي بعد ما تم تأبينه في مجلس الأمة، أن أحضر وأشارك وألبي دعوة الأخوة والأخوات في جمعية الخريجين ونشاركهم في تأمين الفقيد رحمة الله. هكذا رجال يجب الاستفادة من تجربتهم الثرية، وهم فعلا قدوات. ليس بالضرورة أن نكون متفقين في كل الأمور، ليس بالضرورة أن نكون متفقين في التوجهات السياسية، لكن من الضرورة أن نكون متفقين على احترام الرأي الآخر وعلى كيفية التحاور والتفاهم لما فيه مصلحة البلاد والعباد. وقد ضرب مثلا في ذلك، فلما يكون الدكتور أحمد الخطيب بحجمه ووزنه من دخول المجلس إلى اعتزاله يعني العمل البرلماني، لم يقدم استجوابا واحدا. هذا ليس خوفا ولا هروبا، ولكن هي رسالة بكيفية احترام الأدوات الدستورية. فرحم الله الآباء المؤسسين جميعا، رحم الله المرحوم الدكتور أحمد الخطيب، وأشكر الأخوة والأخوات في جمعية الخريجين على هذا التأبين.